السلام عليكم ورحمة الله. أزوف اللون، مرحبا بكم. نهار 12 أوت 2020 كان عقد السفير الأمريكي بالجزائر جون ديسروشر عقد ندوة صحفية شكر فيها الشعب الجزائري وعلى حسن الضيافة، وأعلن فيها عن نهاية مهامه ابتداء من يوم 24 أوت 2020. 12 يوم مقبل ما تنتهي المهام تاعو أعلن عليها. وكان معروف أنه السفير الأمريكي وزوجته كان عندهم نشاط كبير كثيف، زاروا 24 ولاية، حوشوا مليح في الجزائر، تبعوا الفوتبال، تبعوا ليكيب ناسيونال تاعنا كي لعبت كأس افريقيا، تبعوا الديربي مولود ياسما، يعني عايشين مليح في الجزائر، عرفوا مليح الجزائر. من يوم 24 أوت 2020 ما زاد جانا حتى خبر على سفارة أمريكا بالجزائر، يعني ما تخبرناش وما تمش على كل حال تعيين سفير أمريكي لخلافة جون ديسروشر. لماذا أمريكا لم تعين سفير في الجزائر؟ ما عندهمش دراهم، ما نظنش. ما عندهمش كفاءات باش يجوا، ما نظنش. سؤال يبقى مطروح، ما نجاوبش، ما نقولش بلي راهم مقاطعين العصابه ولا ماخذين موقف من العصابه ولا لا، ما نمشيش لهذا الاخر. ماذا بينا العصابه ترد، ولكن العصابه عمرها ما تجاوب، عمرها ما ترد. العصابه في حاله كيما هذه راهي امورها ما تعجبش. امريكا غضبان عليها، يعني أمريكا تسمى غضبانة على العصابة، وبالتالي العصابة يلزمها ترد بالها. خاصة معروف أنه جو بيدن الرئيس الأمريكي الجديد لعب له بكلش، غير بحقوق الإنسان ما تلعبلوش. يقول لك سان برينسيب، عنده مبدأ احترام حقوق الإنسان. وبما أنه العصابة الحاكمة ما تعرف لا حقوق إنسان ولا واجبات إنسان، ما تعرفش معنى الاحترام، وما تعرفش معنى الشرف. أمريكا بدون سفير ولا واحد يطرح السؤال إلا المواطنين. أنا داير مواطن هو اللي راسلني ويقول لي يا ولدي واش معنى هذا الآخر، بحثت راح تحوس إيه صح ولا ما كانش سفير. ولكن الناس يا معيش في الجزائر، صحفيين عايش في الجزائر اللي كانوا في اتصال دائم بالسفارة الأمريكية، ما ننساش باللي الصحافيين الجزائريين كانوا دائما في اتصال دائم بالسفارة الأمريكية وخدم بالسفارة الفرنسية، وهذا دور الصحفي على كل حال أنه يلزمو يكون مطلع، تكون عنده علاقات. ولكن لما يشوف باللي بلاده ما فيهاش سفير امريكي، عندي اول قوه عالميه عسكريا او اقتصاديا، يسموه يخمم، يقول علاش، يطرحوا اسئله. المفروض درك قنوات التلفزيون، القنوات الخارجه على القناة تعمل نقاشات، حوارات، تعيط المستشار في السفارة الأمريكية قالوا علاش ما تعينش سفير. إيه أنا لو جيت في الجزائر أول حاجة نراسل السفارة الأمريكية ونطلب لقاء مع أحد المسؤولين في السفارة ونقولوا علاش أمريكا ما عينش سفير في الجزائر. من حقي كجزائري نعرف موقف هذه الدولة العظمى من بلدي، من حقي.
ومن حقي نسأل العصابة نقول لها علاش ما عندناش سفير أمريكي في الجزائر، وعلاش انت ما سألتيش؟ حنا لأن السيد هذا تعين في 2016 في 2017 في الجزائر، كمل 4 سنين تاعو وهذاك هو راح، وراح يعني في فترة تاع عطلة تاع هذه الفترة اللي تم فيها تغيير السفراء والقناصلة وغيرها. سؤال راهو مطروح على العصابة وأزلام العصابة وصحافة بودور تاع العصابة، قولوا لنا وعلاش ما كانش سفير أمريكي في الجزائر؟ الله يقدر الخير بلادنا. السلام عليكم ورحمة الله.